أما الآن إلى أبرز ما ورد على مواقع التواصل الاجتماعي. مسلسل بميت وش يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي عقب سرقة الأموال من البنك. تصدر مسلسل بميت وش موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد عرض حلقات المسلسل ونجاحهم في سرقة الأموال من البنك، وتشبيه المتابعين المسلسل بالمسلسل الإسباني لكاسا دي بابيل، وظهور شخصيات جديدة مؤثرة في الحلقات بالإضافة إلى الكوميديا الموجودة في المسلسل. وتفاعل عدد كبير مع المسلسل حتى أصبح الأكثر تداولا على تويتر والأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت تعليقات رواد تويتر كالآتي: أنا فرحت بالعملية كأني واحدة من العصابة، والله ما فيش أي احترام للقانون، مسلسل تحفة بجد، النهاردة أخيرا سرقوا 20 مليون جنيه من البنك. وتقع أحداث مسلسل بميت وش في إطار كوميدي لايت، حيث يقع بطلاء العمل نيلي كريم وآسر ياسين بالعديد من المفارقات الكوميدية أثناء قيامهم بأعمال النصب. أما الآن، قطة تحمل صغيرها المريض إلى المستشفى في إسطنبول. تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لقطة تحمل صغيرها المريض بين أسنانها وتتوجه به نحو غرفة الأطباء بأحد مستشفيات مدينة إسطنبول التركية المشهورة بالقطط. الواقعة التي تبدو غريبة إلى حد وصفها البعض بالمفبركة حدثت بالفعل، وقد وثقتها مريضة في المستشفى تدعى ميرف أوزكان، وتداولت قصتها وسائل الإعلام المحلية. وقالت أوزكان معلقة: اليوم كنا في حالة الطوارئ في المستشفى، هرعت القطة تحمل طفلها في فمها إلى غرفة الطوارئ، وأظهرت الصور الأم وهي تحمل صغيرها إلى المشفى المحلي وتضعه أمام أخصائي الرعاية الصحية في إحدى غرف العلاج. وعلى الرغم من أن المستشفيات هي أماكن مخيفة في الوقت الحالي بسبب جائحة كورونا، لكن مشهد القطة الذكية لم يرفع فقط معنويات المرضى والعاملين في المستشفى، بل وأنقذ صغير القطة في النهاية. إلى هنا نصل إلى ختام جولتنا البانورامية. لا تنسوا متابعتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.